روى النسائي عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان أن أمه قالت له: متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما لي به عهد منذ كذا، فهمت أن تنال مني، فقلت لها: دعيني فإني أذهب فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك. وصليت معه المغرب، ثم قام يصلي حتى صلى العشاء، ثم خرج، فخرجت معه فإذا عارض قد عرض له ثم ذهب، فرآني فقال: حذيفة. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: هل رأيت العارض الذي عرض لي؟ قلت: نعم. قال: فإنه ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي وليبشرني أن الحسن والحسين شباب الجنة، وأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة.